إن شاء الله هنبدأ في أول توبيك في التوبيك بتاعتنا بتاعت مراجعة الأونكولوجي بورد. الأونكولوجي بورد ريفيو هو إحنا هناخد إن شاء الله كل المواضيع بتاعت الأونكولوجي سواء كانت سوليد ماليجنسي أو الهيماتولوجيكال ماليجنسي، هناخدها إن شاء الله in this frame. هنبدأ في كل سيستم رابيد ريفيو على السيستم ده، وبعد كده إن شاء الله نبدأ نحل الأسئلة زي ما قلت لكم بإذن الله. الميلانوما واحدة من التوبكس المهمة أوي، however إنها rare tumors، لكن الأبديتس اللي فيها في آخر 10 سنين غيرت مش بس الأنكولوجي، مش بس غيرت الطب عامة في مفهومنا للطب. الميلانوما هي أول مرض ظهر فيها الإميونوثيرابي، ومن هنا بعد كده بعد الكلينيكال ترايلز عملت أتشيفمنتس رهيبة في الإميونوثيرابي في الميلانوما، اتنقلت بعد كده كل بقية السوليد كانسرز، حاليا دلوقتي بقى في كمان في الهيماتولوجي كانسرز. فالميلانوما بالابلكيشنز بتاعتها يمكن هو ده اللي هتلاقوه، عشان كده اغلب الاسئله بتاعت الميلانوما متوجهه ناحيه الاميونو ثيرابي. دلوقتي كمان بقى في ابديتس جديده كمان في التارجت ثيرابي، لكن الميلانوما زي ما قلت لكم هو رير تيومر، لكنه مهم قوي في الامتحان علشان خاطر البوينت بتاعت الاميونو ثيرابي فيه، وازاي غيرت مفهومنا للانكولوجي في اخر 10 سنين من خلال الكلينيكال ترايلز عملناها. تعالوا نبدأ أول كده السكين كانسرز. السكين كانسرز ما هيش ميلانوما بس اللي عارفين، يعني السكين كانسر عامه هي دي جروب اوف كانسرز كلهم مجتمعين كده، أشهرهم والموست كومن هو البيزل سيل كارسينوما. يعني البيزل سيل كارسينوما هو ده الموست كومن سكين كانسر. يليه في الـ في الـ في الـ من حيث الابيديميولوجي السكوماس سيل كارسينوما، يعني الموست كومن بيزل سيل وبعدين سكوماس سيل كارسينوما، تيجي ميلانوما في الترتيب الثالث او الرابع حتى، وفي كمان ميركل سيل كارسينوما. تمام، طبعا هي محاضره النهارده بتركز قوي على الميلانوما خلاص، ولان في شويه ابديتس في اخر 3 سنين على مستوى البيزل سيل كارسينوما، حاولت احطها لكم في 1 اور 2 سلايدز الابديتس بتاعه البيزل سيل كارسينوما، لعل وعسى لو فيها سؤال ولا حاجه غريب بقى في البيولوجي بتاعها او في النيو دراكس فيها. تمام، لكن احنا المين بانك في محاضره النهارده كله هنتكلم عن الميلانوما. تمام، الميلانوما واحد من السكين كانسرز، هاويفر انه نسبته زي ما قلت لكم لا تتعدى 5% من السكين كانسرز، لكن هي دي المسؤوله عن الموست كومن كيسز اوف ديث سكين كانسر. عامه باي ذا واي السكين كانسر باي فار هو ده الموست كومن كانسر في العالم كله، يعني دايما حتى لما تلاقي فيه الابيديميولوجيكال ستاديز اللي بيحطوها رقم كم الموست كومن كانسر في الورلد، البريست في الفيميل، البروستيت في الميل، بس دايما مكتوب جمله كده ان ايه، ان نون كيتينيوس كانسرز، يعني رقم واحد في العالم كله هو السكين كانسرز. يليها بعد كده بقى نبدا بقى نتكلم بقى النون كيتينيس كانسرز بقى، لا البريست في الفيميل، البروستيت في الميل، رقم 2 لانج في الاثنين مع بعض، رقم 3 الكولون كانسر اند سو اون، بنبدا بقى نحط بقى ايه تقسيمات الاورام. لكن رقم واحد في الكانسرز في العالم كلها هو السكين كانسرز، واشهر سكين كانسر في العالم كله هو البيزل سيل كارسينوما. طيب هو ليه هذا هو موست كومن كانسر مش بنركز عليه قوي مش بندرسه؟ اكشولي ان التريتمنت بتاعه غالبا بيبقى لوكالي، هو لوكال مالجنانت تيومر، والتريتمنت بتاعه بيبقى لوكال من خلال الجراحه. دلوقتي بقى في نيو تريتمنتس الحاجات الادفانسد او الان ريسكتابل بيزل سيل كارسينوما. تمام، عشان كده احنا مش بنركز عليه في الانكولوجي، في الميديكال انكولوجي بالنسبه لنا، لان احنا في الميديكال انكولوجي بنعني اكتر بالكانسرز هي سبريدنج لوكال ادفانسد اللي فيها كيموثيرابي هيتاخد، اللي فيها تارجت ثيرابي او اميونوثيرابي هيتاخد. لكن بما انها دخلت بقى خلاص في الزون دي، في الزوم بتاعت انها خلاص بقى ليها تارجت ثيرابي ام سو اون، لا هتبدا بقى يبقى في شويه اسئله عليها وفي شويه كلام عليها. اوريدي ان اس سي ان حتى حاطه في الكانسر تايب عندها، حاطه فرد طبعا موضوع الميلانوما ده لوحده، وحاطه البيزل سيل كارسينوما والميركل سيل كارسينوما في توبيك لوحده. يهمني بعد كده نعرف في الميلانوما الكلاسيفيكيشن بتاع الميلانوما. الكلاسيفيكيشن بتاع الميلانوما زي ما هنشوف دلوقتي، في عندنا ديفرنت تايبس من الميلانوما. في عندنا كيتينيوس ميلانوما، ودي في منها حاجتين، السوبرفيشال سبريدنج تايب والنودولار تايب والاكلر اكرال ميلانوما خلاص، اللي هي اللينتوجينس والاكرال انتيجينس. طبعا اللينتوجينس تبع الكيتينيوس تايب،
فكلهم في السكن، وهتشوف دلوقتي الفروق اللي بينهم ايه. لكن زي ما في عندنا كيوتينيوس ميلانوما، يعني ميلانوما بتيجي في السكن، في ميلانوما ممكن تيجي في الميكوزا، ويمكن دي دايما بتبقى مشكلتها صعبه قوي في التشخيص بتاعها. يعني مثلا واحد جاله ميلانوما في الاورال كافيتي، ممكن تيجي كمان في الاسوفيجس، دي ممكن تيجي في الانر كافيتي، ممكن تيجي في الكولون، تيجي في اي مكان على مستوى الايرو دايجستيف تراكت. مشكلتها الوحيده طبعا صعوبه التشخيص، محدش يبقى متوقع ان المكان ده يطلع فيه ميلانوما. هاويفر ان في كاتيجوري كامل اسمه ميوكوزال ميلانوما. واخيرا النوع الاخير من الميلانوما اللي هنعرف عنه دلوقتي هو اليوفيال ميلانوما. ده بيطلع منين؟ في اليوفيا بتاعه الاي، اليوفيا بتاعه الاي هو المكان بتاع الايرس كده، التحام الايرس او اتحاد الايرس مع السيلياري بادي نفسه، ده مكان اليوفيا، هو ده اللي بيطلع منه اليوفيال ميلانوما. اليوفيال ميلانوما تشخيصها سهل، لو حد على طول راح لدكتور رمض شاطر على طول هيبص عليها، لان يعني بيبقى شكلها كاركترستيك قوي، ماس طالعه من في البيز بتاعت الايرس، ورم تعمل بين وريدنس في الاي اند سو اون، تشخيصها سهل. بس انا حبيت بس اجيب لكم الشكل الكلينيكال سب تايبس بتاعت الميلانوما عشان خاطر عارفين شكلهم عامل ازاي. زي ما قلت لكم ان الميلانوما هي دي رقم 5% من السكين كانسرز، لكن تمثل 75% من الكانسر ريليتد ديث، لان هي الموست اجريسيف، تقريبا في الموست اجريسيف، هي واحده من فيري اجريسيف سكين كانسرز. ومن هنا كمان جه ليها الهاي رول فور ديث. ده التايبس اللي احنا اتكلمنا عنهم، كيتينيوس ميلانوما يعني بيجوا في السكين، عندنا سوبرفيشال سبريدنج وتيجي بشكل الريجولار بيجمنتد ماكيول، يعني ماكيول يعني ايه؟ يعني حته من السكين كالرفول، ما هياش ريزد ولا حاجه، وبيبقى لها الوان مختلفه زي ما هنشوف دلوقتي. او نوديولر، النوديولر لا ده بيبقى شكل نوديول، يعني ريزد بيجمنتد ليجن. اللينتجو مالجنا، اللينتجو مالجنا تيجي اكتر في السن اكسبوزد اريز، يعني ممكن تلاقيها تيجي في الفيس، تيجي في الناك. دي الموست كومن سايد فور لينتجو مالجنا. شبهها شويه ولكن اكرال انتيجنس، الاكرال انتيجنس هي بتيجي في السن نون اكسبوز اريز، عشان بيسموها اكرال، اكرال يعني ايه؟ جاي من الاطراف، تلاقيها في الايدين، في كفوف الايدين او كفوف الرجلين. طبعا التفسير بتاعها مش عارفين ايه اللي يخلي تيجي في الاماكن دي، مع ان الميلانوما اكتر واحد من اهم ريسك فاكتورز ليها هو السن اكسبوجر، فعشان كده دي ليها سبيسيفيك بيولوجي مختلف عن بقيه الكيتينيوس ميلانوما، وده اللي خلينا حتى في الصوره الاولانيه كده لما حطيناها لوحدها، لكن هي طبعا تبع بقيه الكيتينيوس كلهم. خلاص كل دول بتيجي في الاسكان زيهم كده. كمان في بقى حاجات بتيجي في الميكوزا زي ما قلت لكم، هي الميكوزا الميلانوما، ودي تيجي في اي مكان على مستوى الاير ديجستيف تراكت، واليوفيا الميلانوما زي ما قلت لكم بتيجي في العين. ما اسمه بلاستيك ميلانوما، دي ديزم بلاستيك هي نوع من انواع الكيتينيس ميلانوما، لكن هي بتبقى فيري اجريسيف وتبقى اي ميلانوتيك، يعني ملهاش لون، وبتبقى ديبلي انفيزيف. مشكلتها الديزم بلاستيك ميلانوما هي فيري رير تايب طبعا من الميلانوما، لكن مشكلتها ان تشخيصها بيبقى صعب، انت شايف ديجن ملهاش لون اصلا، صعب انك تفكر في انها تبقى مالجنت ميلانوما الا لما تاخد منها بايبسي بعد كده تكتشف بقى انها ديزم بلاستيك ميلانوما. يهمنا في الكلينيكال برزنتيشن بتاع الميلانوما الاي بي سي دي اي كرايتيريا. ايه الاي بي سي دي اي كرايتيريا؟ هي دي اللي بتشخص لك الميلانوما. الاي اول ايه؟ اول حاجه ايه يعني اسيمتري، يعني بتلاقي ليجن بيبقى ليها الريجولار شيب، الريجولار شيب شكلها مش منتصف، غير النيفس العاديه، النيفس العاديه بيبقى لها شكل كلاسيك ريجولار بوردر والكالر بتاعها بيبقى هوموجينس. لكن اول حاجه في المالجنت ميلانوما الاي اسيمتري. تاني حاجه بي البوردر، البوردر بتاعها ريجولار بوردر يبقى اسيمتري ريجولار شيب، بي الريجولار بوردر، سي الكالر. الكالر بتلاقي فيها اللون بتاعها مش ميه واحده، تلاقي فيها ديفرنت كالرز، ديفرنت كالرز يعني زي ما احنا شايفين كده في الصوره قدامنا دي، ادي حته دي لون، الحته دي باتش دي لون، الباتش دي لون. لما تلاقي كده ليجن بدأ فيها colorful areas، colors مختلفة من مكان لمكان، تبقى تشك انها بقت malignant melanoma. بعد كده الدايمتر، الدايمتر لو more than 6 مليمتر لا تبدأ تشك ان دي ممكن تكون melanoma. يبقى خدنا ال A asymmetry، B border، C color، D diameter، واخر حاجة E يعني in evolution. يعني ايه in evolution؟ يعني بتبدأ حجمها يتغير بسرعة within weeks or months، يعني بدأت بحجم صغير ولقيتها بعد كده تكبر،
وجود الكريتيريا دي واحده منهم او اكتر تبدا تشك بقى في هذه الليجن انها ممكن تكون مالجنت ميلانوما ولازم على طول تبعتها عشان خاطر يتاخد منها بايبسي. من الحاجات التانية مهمة قوي في الميلانوما البيولوجي بتاع الميلانوما. البيولوجي بتاع الميلانوما مهم لانه هيفرق بعد كده او هيحدد التريتمنت بلانز. عامة الكيتينيوس ميلانوما هما زي ما قلت لكم السوبرفيشال سبريدنج والنوديولر والانتيجول انتيجنس والاكرال انتيجنس. بيشتركوا في البيولوجي بتخلف عنهم شوية الاكرال انتيجنس ميلانوما. طب ليه بتخلف عنهم؟ لان زي ما قلت لكم كل الحاجات التانيين دول بيبقوا ريليتد للسن اكسبوجر. بتلاقي انه في اغلب الكيتينيوس ميلانوما كلهم ميوتيشن مشهوره جدا جدا بريزنت في موجوده حوالي 30-40% منهم وهي البي راف ميوتيشن. بي راف ميوتيشن خلي بالكم بي راف ميوتيشن اهميتها مش بس في البيولوجي انها موجوده في 40% من حالات الكيتينيوس ميلانوما، لا دي كمان بقت تارجتبل. يعني اقدر اتارجت البي راف ميوتيشن بادويه اسمها بي راف انهبيتور. مش كده مهم قوي ابقى عارف. تاني ميوتيشن هي السي كات ميوتيشن، نسبتها قليل قوي قوي واحنا بنتكلم في كيتينيوس ميلانوما، لكن بتبدا نسبتها توصل ل 30-40% من حالات الاكرال ميلانوما والكيتينيوس ميلانوما. يبقى الاكرال والكيتينيوس بيبقى فيها هايلي سي كات ميوتيشن، وعشان كده في بعض الكلينيكال ترايلز دلوقتي عن استخدام الايماتينيب واستخدام السونيتينيب في حالات الاكرال ميلانوما او في حالات الميكوزال ميلانوما بشكل اكتر. الميكوزال ميلانوما دي زي مثلا واحد طلعت له زي ما قلت لكم ميلانوما في الماوس في الاورال كافيتي، طلعت له في الاون في الانس، طلعت له في الاسفجيال تراكت، طلعت له في الكولون. مشكلتها انه الريسبونس بتاعها للعلاج نفسه بيبقى ضعيف. الايميونوثيرابي ما اقدرش استخدم فيها بي راف انهبيتور لان هي مش بتاكواير البي راف ميوتيشن، لكن في كلام دلوقتي عن ان لو لقيتها اكوايرنج السي كات ميوتيشن تبدا تديلها حاجات كيت انهبيتورز زي الايماتينيب وزي السونيتينيب عباره عن مالتي تيريزين كانيز انهبيتور دراكس. اليوفيال ميلانوما لا دي قصه واحده بقى، قصه واحده لان ما بتلاقيش فيها لا بي راف ميوتيشن ولا سي كات ميوتيشن، هي باثولوجي او بيولوجي مختلف خالص عن بقيه الميلانوما اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن الحاجات اللي عارفينها في البيولوجي وبتيجي في كاسئله ام سي كيو وهي الجينز اللي موجوده او تبقى اكتيفيتد في حالات الفيال ميلانوما. غالبا جينز بتبقى مسؤوله عن تيومر سبريسور جينز او مسؤوله عن دي ان اي ريبير زي الجي ناك والجي ان اي 11. دول موجودين في حالات الفيال ميلانوما. خلاص ويمكن دي حاجه كمان بتبقى في شكل هيريديتري اكوايرد هيريديتري فاميليال ديزيز، يعني بتلاقيها بتورث عيله كده اب او ام جالهم فيل ميلانوما، حد من ولادهم يجي له فيل ميلانوما تبقى ماشيه في العيله كده نتيجه زي ما قلت لكم انها مرتبطه بميوتيشن على مستوى الجي ناك جين او جي ان اي 11 جين. مهم قوي السلايد دي بتاعت البيولوجي بتاعت الميلانوما لانه زي ما قلت لكم هي اماكن لاسئله. زي ما احنا شايفين بقى في عندنا ميوتيشنز في حاجات فيهم تارجتبل ميوتيشنز، ابقى عارف توزيع الميوتيشنز دي فين. تاني الكيتينيوس بيرايف من 30-40%، اما في حاله الميكوزال والاكرال بلاقي سيكت من حوالي 30-40%. الفيل ميلانوما لا ولا بيرايف ولا سيكت، دي بتبقى ميوتيشنز على مستوى اذر جينز اللي هم جيناك وجي ان اي. الستيج بتاع الميلانوما، الستيج بتاع الميلانوما هو حاجه كومبلكس سيستم. خلاص انا الصوره دي بس تراي تو سمبليفاي الكونسيبت بتاع الستيجنج. عامه احنا الستيجنج كان ستيج 1 وستيج 2 ولوكالايزد تيومرز، ستيج 3 لا بدات تبعت ميتاستاسيس للليمف نودز، وستيج 4 لا ودت الى ديستنت ميتاستاسيس. يبقى ستيج 1 وستيج 2 كان في لوكالايزد على مستوى السكان. خلاص على مستوى اللوكاليزيشن بقى وستيج 1 وستيج 2 بيهمني جدا جدا مش بس تي ان ام سكور، لا حاجه اسمها بريسلو سكور. البريسلو سكور ده هو ده اللي بيحدد لي الدبث على مستوى السكن لاير. الدبث على مستوى السكن لاير في عندنا كان في زمان الكلاسيفيكيشن القديمه او الدبث بحدوها حاجه اسمها كلارك سكور، هنشوفه دلوقتي. لكن اللي يهمنا دلوقتي هو الموست امبورتنت ريسك فاكتور. لما يجي لك كده في الام سي كيو اهم ريسك فاكتور في الميلانوما هو البريسلو ثيكنس. البريسلو ثيكنس زي ما احنا شايفين كده انه لو اقل من 1 مللي تقريبا بيوصل 5 يير سرفايفل 100%، لو من 1 ل 2 مللي بينزل حوالي 80-90%، اكتر من 2 مللي لا ينزل يبقى اب تو من 60-75%، لو اكتر من 4 مللي في الدبث يبقى ده معناه ان انت تقريبا السرفايفل بتاعك 5 يير 50%.
فأهمية الأرقام دي مش الحفظ بس، أبقى عارف قد إيه إن البريسل وسكنس ده هو أو الديب الدبنس بتاعة الميلانوم هو ده اللي بيحدد لي السرفايفل. خلاص كمان من الحاجات المهمة قوي في الميلانوما، مهمة عشان خاطر أحدد بيها في التي، يعتبر أحدد بيها التي بتاعي تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4 ولا تي 1 إيه ولا تي 1 بي. الرقم واحد الثيكنس، رقم اثنين هل الليجن دي ulcerated ولا لا، وفي الحالات الفيري ايرلي اللي هي بتلاقي تقريبا الثيكنس اقل من 1 مللي، اقل من 1 مللي، خلي بالك 1 مللي ده يعني شرطه بالمسطره الشرطه الرفيعه دي كده، لو اقل من 1 مللي ممكن كمان بنبدا نحط طيب على مستوى الميكروسكوب قد ايه مثلا من الخلايا نفسها بدا يبقى فيها ميتوتيك اندكس. تمام، يبقى هما دول الثلاثه حاجات اللي بيحددوا لي تي او بيحددوا لي التي سكور بتاعنا بتاعت الميلانوما. رقم واحد الدبث، رقم اثنين هل هي ulcerated ولا لا، ورقم ثلاثه في الاير دي بريسلو اللي هي اقل من 1 مللي بشوف الميتوتيك فيجرز بتاعي. خلاص بعد التي في عندنا الان، الان والام طبعا ده شكل كبير قوي زي ما انتم شايفين اهوت، دي التي ان ام سكور بتاعت الميلانوما بقى هو الستيجنج الكبير بتاع الميلانوما. خلاص اعرفه ولا ما اعرفوش، يعني انا شايف حفظ الستيجنج صعب، لكن اتليست في الميلانوما ابقى عارف ستيج 3 فما فوق، ابقى عارف ايه الحاجات المحدده للستيج 3. تمام، بمعنى انه لو حصل عندي نودل ميتاستاز السلايد دي تكبر شويه، لا والله مش تكبر اكتر من كده، ما اعرفش اعمل زوم، احاول اعملها طيب اهو كده. طيب ماشي خلاص، ال تي ان ام بتاعنا يعني ده ال 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 الليمف نودز نفسها او الان هو ده اللي يهمني في تحديد ال سيج 3، لان من سيج 3 زي ما احنا هنشوف دلوقتي بدا يبقى فيه نيو لاينز فور تريتمنت. خلاص اما سيج 1 وسيج 2 بيعمل لي سيرجيكال زي ما هنشوف، اما فوق سيج 3 ممكن ادي ادجفنت ثيرابي. بس انا ادي اهوت زي ما قلت لكم محددات بتاعت التي بتاعي، زي ما احنا شايفين تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 كل واحد اسمهم ايه وبي على حسب بقى اذر ريسك فاكتورز، هل في ulceration ولا لا، الميتوتيك فينجرز بتاعتي عامله ايه وهكذا. ده في الايرلي، اما في اللي بعد كده في هل في ulceration ولا لا تحدد لي كل واحده فيهم تي 2 ايه ولا تي 2 بي، يبقى بريسلو سلو او بريسلو سيكنس، وبعد كده هل في ulceration وميتوتيك فينجرز دي بتحدد لي التي. الان بقى الليمف نود ميتاسس، وزي ما شايفين كده الليمف نود ميتاستاز في عندنا اكتر من ترم، في حاجه اسمها مايكرو ميتاستاز يعني ميتاستاز صغيره شاف شرير بالمايكروسكوب، وفي ماكرو ميتاستاز يعني بدات تبقى سب ميتاستاز في الليمف نود، مش واخده كل الليمف نود ولكن اقدر اشوفها بعدد الخلايا نفسها او بنسبه الخلايا او بحجم الخلايا حوالي مثلا 1 مللي ولا 2 مللي ميتاستاز. وفي عندي بقى مصطلحات كده حاجه اسمها انترانزيت ميتاستاز وستلايت ميتاستاز. ايه حكايه الترانزيت والستلايت؟ ترانزيت نقصد بيها مالتي فوكال نوديولز ما بين البرايمري تيومر اللي هي ميلانوما وما بين الليمف نود. يبقى تاني عشان خاطر الكلام ده مش هتلاقوه موجود في الكتب، لو معاكم كده ورقه وقلم اكتبوا ورايا. ايه الترانزيت ميتاستاسيس؟ ده مالتي فوكال نودز موجوده ما بين البرايمري تيومر وما بين الدريننج ليمف نود بتاعتها، ده معنى كلمه ان ترانزيت ميتاستاسيس. امال ايه حكايه الستلايت ميتاستاسيس؟ لا هي برضه هي عباره عن مالتي فوكال نوديولز في دايره من التيومر قطرها 2 سنتي. يعني لو في عندنا ادي البرايمري تيومر، عشان انا اجيب لكم رسمه ليها هوريها لكم دلوقتي، البرايمري تيومر اهوت هو في الحته دي كده والقلم ده، ولو حصل بقى اي سبريدنج اي نديوز ثانيه في خلال الدايره اللي هي ال 2 سنتي دي بسميها ان دوت ساتلايت ميتاستاسيس. معلش يا جماعه الناس ميوت. شكلي هضطر اعمل ميوت بنفسي. يعني ايه انا رجاء رجاء مره ثانيه عشان بس ما نقعدش نفصل نفسنا كل شويه كده في الميوت واطلع من السلايد وارجع ثاني، فلا معلش الناس تخلي بالها كويس قوي من موضوع الميوت ده. كل الناس انا اوريدي عامل للناس باي ديفولت ميوت، فما حدش يدخل يشغل الصوت وينسى بقى، او يطلع ويدخل وينسى. احنا كنا بنتكلم في حكايه ال تي ان ام، وزي ما قلت لكم المحددات بتاعه الان، ودي مهمه قوي لانه من اول الان ستيج هبدا احط نفسي في ستيج 3. خلاص
ابقى عارف بس الان في بعض الاكسبريشنز فيها مايكرو ميتاسيس، ماكرو ميتاسيس، حاجه اسمها انترانزيت ميتاسيس، وفي حاجه اسمها ساتلايت ميتاسيس. المايكرو ميتاسيس والماكرو ميتاسيس على مستوى الليمف نود. المايكرو ما اقدرش اشوفها بعيني لكن بشوفها بالميكروسكوب. الماكرو ميتاسيس ده اقدر اشوفها بعيني، بتبقى فيري حوالي مثلا 1 مللي 2 مللي من الليمف نود نفسها بتبقى انفولفد. نيجي بعد كده الانترانزيت ميتاسيس، وتبدا زي ما قلت لكم هي عباره عن مالتي فوكال ليجنز ما بين البرايمري تيومر ما بين الليمف نود، واخر حاجه الساتلايت ميتاسيس، ودي عباره عن ليجنز موجوده حوالين التيومر في دايره قطرها 2 سم. بعد كده الام، الام طبعا محدده ام 0 ام 1، بس الجديد عندنا في الجايد لاينز الجديده في اخر كلاسيفيكيشن في 2016 حطوا ان في عندنا ام 1 اي وبي وسي، واللي بيحدد لي ام 1 حاجتين. رقم واحد ال دي اتش، شايفين ال دي اتش اهميتها، لو حد عنده نورمال ال دي اتش فانت بتتكلم في ام 1 وام 2 خلاص، الليفيتد ال دي اتش ريجاردلس بقى الميتاسيس راح فين، لا انت بتتكلم في ام 1 سي. تمام، الام 1 اي نورمال ال دي اتش والسبريد وصل فين؟ وصل في السكن او في الليمف نود. الام 1 بي لا ده وصل لللنج ومعاها نورمال ال دي اتش. طب لو وصل لللنج ومعاها هاي ال دي اتش لا يبقى ستيج ام 1 سي، اي اورجان تاني يبقى ام 1 سي. تمام، دي بس النوتس اللي بقى عارفينها اباوت ستيجنج. ادي فكره زي ما قلت لكم يعني ايه ان ترانزيت ميتاسيس ويعني ايه ساتلايت ميتاسيس. ادي هنا ده مثلا ده في الريزيس بيكتشر، ده البرايمري تيومر اهو، وادي دريننج ليمف نود اهي. خلاص، اي ليجن في هذا المكان في النص هنا كده دي بسميها ان ترانزيت ميتاسيس، يبقى مالتي فوكال ليجنز ما بين البرايمري تيومر وما بين دريننج ليمف نود. طيب اي ليجنز هنا كده في الدايره دي، في دايره 2 سم من البرايمري تيومر حوالين البرايمري تيومر، بسميها مايكرو او ساتلايت ميتاسيس. ادي شكل الصوره اهي، هنا جايب لك ادي البرايمري من النوم اهو، الحته السكين تشينجز اللي موجوده قدامك دي كده اللي بينطبق عليها الاي بي سي دي اي، الاي اسيمتري، البي البوردر، السي كلر، والدي الدايمتر، واخيرا اي ايفولوشن. فرضا طبعا الليمف نود هنا بتاعت الحته دي هتروح للليمف نود بتاعت الليج، فاي مكان بقى في الليج زي ما احنا شايفين اهو الليجنز دي كلها كده، دي بيسموها انترانزيت. الليجنز اللي في دايره حوالين 2 سم دي بيسموها ساتلايت ميتاسيس، يبقى الليجنز دي كلها ساتلايت ساتلايت ساتلايت. طب اي حاجه بعيده بقى عن 2 سم وما بينها وما بين الليمف نود بتبقى ان ترانزيت ميتاسيس، دي ان ترانزيت ودي ان ترانزيت ميتاسيس اند سو اون. يبقى الفرق بين الساتلايت والان ترانزيت نبقى عارفينه ايه. هو مش هيسال فيه بس اتليست دي حاجه احنا بنقرا عشان مش موجوده، مش موجوده في الكتب، لا لازم نبقى عارفينها. زي ما قلت لكم الليمف نود هي دي بتحدد ستيج 3، وفي عندنا طبعا محددات في مايكرو ميتاسيس ولا ماكرو ميتاسيس، ان 1 مثلا اي وبي مايكرو ومايكرو ماكرو ميتاسيس. طب ان 2 ان 1 دي واحد ليمف نود ويرجع اسمها اي وبي على حسب مايكرو ولا ماكرو ميتاسيس، ان 2 اكتر من واحده ليمف نود وبرجع اقسمها هل في مايكرو ميتاسيس ولا ماكرو ميتاسيس ولا انترانزيت ميتاسيس، ان 3 لا اكتر من ثلاثه بقى ايه ليمف نود. الام زي ما قلت لكم بقت ام 1 وام 1 بي و اي 1 بي 1 سي بيزد اون حاجتين، بيزد اون ال دي اتش في الجايد لاينز الجديده، وهل في لانج ميتاسيس ولا فيسرال ميتاسيس. نيجي بعد كده للتريتمنت. التريتمنت هنتكلم فيه تريتمنت حالتين، تريتمنت في الميلانوما لما تبقى لوكالايزد ميلانوما، وتريتمنت بتاع الميتاستاتيك او الانريسكتبل ميلانوما. اول حاجه اللوكالايزد ميلانوما، وخلي بالك هي دي الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحان بقى في شورت اي سي، يعني الميلانوما يقول لك مثلا ايه قول لي التريتمنت بتاع لوكالايزد ميلانوما شورت اي سي، قول لي التريتمنت بتاع الميتاستاتيك ميلانوما شورت اي سي، انيوميريت اللاينز فور تري كشورت اي سي. اللوكالايزد ميلانوما عامه احنا العلاج بتاعنا بيبقى جراحه خلاص، مين دي رقم واحد سيرجي. تمام، والسيرجي طيب السؤال اللي بيجي بقى بيتسال اخد قد ايه سيفتي مارش، طبعا ده شغل جراحه بس المهم انت تبقى عارف الكونسبتس بتاعتها في الانكارش. تمام، السيفتي مارجن عندنا لو انت بتتكلم في ان البريسلو ديبث نفسه اقل من 1 مللي، اقل من 1 مللي اللي هو بيسموه انسايتو، يبقى اخد سيفتي مارجن اوكي اكسبتبل، اخد نص سنتي سيفتي مارجن. طيب من 1 ل 2، من 1 ل 2 خد سيفتي مارجن 1 سنتي. طيب اكتر من 2 الديبث بتاعي يعني البريسلو سيكنس اكتر من 2 خد سيفتي مارجن 2 سنتي. تاني لو اقل من 1 مللي الدبث بتاعي اقل من 1 مللي ياخد سيفتي مارجن نص سنتي، من 1 ل 2 اخد 1 سنتي، اكتر من 2 اخد 2 سنتي كسيفتي مارجن. تمام، يبقى ده بالنسبه ازاي السيرجري اند سيفتي مارجن.
حاجه مهمه قوي كمان في السيرجري، ان لازم دلوقتي بقت هوش اوبشنال، لا في عندنا كلينيكال ترايل اعتقد اسمها اس ال ام اي ترايل، ودي غيرت انه برضه الميثود في السيرجري بقت لازم يبقى فيه سنتينل لينف نود بايبسي. يعني مش صح خالص، كان زمان بيتعمل ايه انك تشيل البرايمري وبعد كده اخد لينف نود اعمل لينف نود ديسكشن، لا مش صح. لا الصح انك تعمل سنتينل لينف نود. ايه السنتينل لينف نود دي؟ ان شاء الله اجيب لكم صوره ليها. انك بتعمل انجكشن كده للداي حوالين الليجن نفسها وتشوف انهي لينف نود، انهي الدريننج لينف نود بتاعت المنطقه دي خلاص، وتاخد اللينف نود دي وتعمل لها فروزن سيكشن، يعني تعمل لها باثولوجيكال اكزامينشن اثناء العمليه. وانت تعمل فروزن سيكشن بتبص عليها هل حصل فيها ميتاستاتيك انفولفمنت ولا لا. لو لقيت فيها ميتاستاتيك انفولفمنت كمل واعمل خلاص لينف نود ديسكشن، شيل بقيه اللينف نودز بتاعت المنطقه دي كلها. طب لو لقيتها نيجاتيف مفيش فيها اي حاجه خلاص ما تعملش اي حاجه وما تكملش وما تعملش لينف نود ديسكشن. اوكي؟ يبقى ده اهميه ان يبقى في عندي سنتينل لينف نود. طب السنتينل لينف نود اعملها لمين؟ خلاص اعملها لاي بريسلو ثيكنس اكتر من 1 ملي. تمام؟ ات ذيس ليفل اعرفه بس كده بس. خلاص ممكن اعملها من 75% من ملي الى 1 ملي في بعض الحالات اللي هي هاي ريسك بس ما تدققوش فيها. اتليست بس عارفين انه السنتر لينف نود بايوبسي بعملها لاي ميلانوما وذ سكين ثيكنس اكتر من 1 ملي. وزي ما قلت لكم لو طلع بوزيتيف ساعتها اعمل كومبليشن لينف نود دايسكشن، يعني اكمل لينف نود دايسكشن لكله. تمام؟ وحاليا دلوقتي والله في كلينيكال ترايل اون جوينج، اعتقد هي لسه في 2021 تقريبا استرا او 2020 حاجه زي كده. كان برضو اتعمل كومباريزون ما بين ان انا اعمل كومبليت لينف نود دايسكشن ولا اشيل بس الافكتد لينف نود. لو ان مفيش فرق في الاوفرول سرفايفل، هاويفر انه لو انت عملت كومبليشن لينف نود دايسكشن بتقلل اللوكال ريكيرنس وطبعا بتزود الكومبليكيشن. انت عملت شلت لينف نودز بقى، تخيل مثلا شلت لينف نودز بتاعت الارم فزود انفيديما في الليج انفيديما اند سو اون. لكن حتى الان اوكي، يعني لو لقيت سنت لينف نود بوزيتيف خلاص كمل واعمل بقيه، شيل بقيه لينف نودز. نيجي بقى هنا الكلام ده جديد مش هتلاقوه في الكتاب عندكم خلاص، الجايد لاينز بتاعت هل في ادجفنت ثيرابي ولا لا. عامه ستيج 1 و2 ما لهمش ادجفنت ثيرابي، لكن في 2020 2021 نزل بقى في عندي بلانز اوف ادجفنت ثيرابي للميلانوما فوق الستيج 3. تمام؟ كان لغايه ال 10 سنين اللي فاتوا كان في كلام عن الادجفنت انترفيرون 2 هاي دوز انترفيرون 2، وبعدين في 2012 او 2013 بقى في كلام على الادجفنت ايبيليموماب، وبعدين من 2020 بقى في كلام على الادجفنت بي راف انهبيتور، ودلوقتي كمان في كلام على ادجفنت اميونو ثيرابي خلاص في 2021. فلا لقينا بقى في ابديتس كتير على مستوى الادجفنت ثيرابي من مستوى من اللوكالايز ميلانوما. مش كده قلت لكم ما دام في حاجه فيها ابديتس ايه تعرف دي اماكن سؤال في الامتحان. فحتى الان دلوقتي اتكلمت عن السيرجي والبرنسبلز اوف سيرجي، اتكلمت عن السنتر لينف نود بايبسي. طيب في ريدي ثيرابي ولا لا؟ عامه الميلانوما ريدي ريزيستنت ما يديش ادجفنت ريدي ثيرابي، لكن في كلام عن ادجفنت كيمو او ادجفنت تريتمنت في حالات الستيج 3 فيما فوق من الميلانوما. يعني ستيج 3 ممكن يدي ادجفنت. زمان الادجفنت انترفيرون هاي دوز انترفيرون 2 وبعدين ادجفنت ايبينوماب وادجفنت بيرف انهبيتور، وكلام دلوقتي اتفقنا على ادجفنت تشيك بوينت انهبيتور. الادجفنت بيرف وتشيك بوينت بيبقى لمده 1 سنه 1 يير. هتلاقي هنا انه ايفن كمان الاف دي اي ابروفد اه فعلا الايبينوماب والانترفيرون، بس مشكلتهم الحاجتين دول ان ليهم هاير توكسيستي بروفايل. انا بدي انترفيرون بدوزس عاليه قوي قوي، لو انت بتتكلم في عيان، وخلي بالك ان الميلانوما ده مرض عامه في الاولد ايج، بتتكلم في عيان بقى 60 ولا 70 سنه مش هيستحمل انترفيرون 2، ليه الوت اوف سايد افكت بروفايل. تمام؟ هو حسن البروجريشن فري سرفايفل، لكنه مشكلته في مقابل كده هايلي سايد افكت. سايد افكت بيعمل لك هايبوتنشن، بيعمل لك سكين راش، وبيعمل طبعا سيتوكاين ريليس سندروم، ده في الانترفيرون. كمان الايبيلوماب، الايبيلوماب لما استخدموه كادجفنت استخدموه بجرعه عاليه حوالي 10 ملي بير كي جي. تمام؟ دي الدوس بتاعته في الادجفنت. مع الجرعه العاليه دي بيزود التوكسيستي بتاعت الايبيلوماب، بيزود الاميون ريليتد ايفنتس
زي ما هنشوف ان شاء الله. فبس عارفين بس في ابديتس على الادجوفنت ثيرابي في ستيج 3 ميلانوما. طيب هنتكلم بعد كده عن الستيج 4. ستيج 4 طبعا التريتمنت اوبشنز القديم بتاع زمان كيموثيرابي، كان في عندنا دواء الدكربازين والتيموزولامايد. دكربازين والتيموزولامايد خلاص دلوقتي تقريبا ما بقاش ليهم دور، لان بقى في عندي ابديتس كتير على مستوى الاميونوثيرابي ومستوى التارجت ثيرابي. تمام. الراديشن والسيرجي ممكن تستخدمه كباليتيف في بعض الحالات، هوفر ان هو راديو ريزيستنت، لكن ممكن تستخدمه از باليتيف تريتمنت. السيرجي ممكن تستخدمه كباليتيف تريتمنت، مثلا واحد عنده ميتاستاتيك ميلانوما في مكان حرج مثلا، او عامل مثلا ميتاستاتيك ميلانوما في الكولون وعامل له بليدنج، ممكن ساعتها ادخل على طول ايه اعمل ريسكشن. تمام. واحد عنده ميتاستاتيك ميلانوما في البرين وعامله سايد افكت وعامله مشاكل وعامله انكريز انتركيال تنشن، خلاص ادخل بستيريو تاكتيك، ما قدامكش حلول ثانيه. فده بس ايه الكلام على اول ليفل ده. لكن طبعا الابديتس كلها في الميلانوما رقم واحد الاميونوثيرابي، وهو اول كانسر دخل فيه الاميونوثيرابي في العلاج. زي ما قلت لكم اول كانسر اتعلمنا منه الفاليو اوف اميونوثيرابي. كمان في عندنا ابديتس في التارجت ثيرابي شوفها، و كمان دلوقتي بقت الابديتس الجديده في 2021 بقت على مستوى كومبينيشن ثيرابي، كومبينيشن للتارجت وكومبينيشن للاميونو ثيرابي. واخيرا في حاجه جديده طالعه بقى لها 3 سنين كده اسمها تي فاك. التي فاك ده عباره عن ايه؟ عباره عن جينيتيك موديفايد هيربس فايروس، جايبين هيربس فايروس وعاملين فيه جينيتيك موديفيكيشن بيطلع سيتوكاينز تبدا تعمل ديث للوكالايزد تيوب. ويمكن التي فيك استخدامه في الان ريسكتابل ميلانوما. ان ريسكتابل ميلانوما ما ينفعش استخدامه في الميتاستاتيك، لان ده هو لوكال تريتمنت، يروحوا شايفوا الليجن فين ويحقنوها بالتي فيك فايروس ده. كان دي الستايل بتاع التي فيك ريسبونس بتاعتها في اللوكالايزد تيومر، زي ما شايفين كده حسن الاوفرول سرفايفل في حالات الان ريسكتابل لوكالايزد ميلانوما. هبدا اتكلم عن التارجت ثيرابي. التارجت ثيرابي ده اللي احنا عارفينه بيبقى طالع لي البي راف انهبيتورز في حالات البي راف ميوتيشن، بي راف في 600 اي ميوتيشن. في عندنا كذا ميوتيشن على مستوى البي راف في 600، ممكن تبقى في 600 اي في 600 كي ميوتيشن، ودول الحالات اللي ممكن ادي فيهم فعلا البي راف انهبيتورز. طب ايه هم البي راف انهبيتورز؟ احنا في عندنا اثنين بي راف انهبيتور اللي هو الفيميرافينيب والدابرافينيب. الفيميرافينيب والدابرافينيب دول كده البي راف انهبيتور. كمان في عندنا الميك انهبيتور وطلع برضو منهم دواء الترامتينيب والكوبيميتينيب. ده هتلاقوا عندكم في الكتاب الترامتينيب والكوبيميتينيب واخد الابروفال في 2020. تمام. فالكوبيميتينيب ده واحد برضو من الميك انهبيتورز. ودلوقتي بقى في كلام عن الكومبينيشن. كومبينيشن الكومبينيشنز اللي واخد الابروفال دلوقتي الدابرافينيب مع ترامتينيب والفيميرافينيب مع كوبيميتينيب. طب ايه التفسير ان احنا بناخد بي راف مع ميك انهبيتور؟ يمكن ده في البيولوجي بتاع زي ما قلت لكم الكانسر بتاعت الميلانوما الباثواي اللي بيأكتيفيت اسمه ماب كي باثواي. ماب كي باثواي هو الماب كاينيز. الماب كاينيز ده هتلاقوه زي ما كنت جايب لكم الصوره من الاول كده، انه اول بروتين بيبقى انفولف فيها الراس، وبعد الراس بيبقى في عندنا الراف، وداون ستريم للراف بيبقى في عندنا الميك والارك اونكوجينز. عباره عن بروتينز دورها طبعا مسؤول عن السيل جروث، لكن زي ما احنا شايفين لو حصل ميوتيشن على مستوى البي راف ده اللي بيعمل لي 30 موجود في 30 40% من حالات الميلانوما، انت بتدي بي راف انهبيتور خلاص بتحل المشكله دي. لكن بعض الناس ممكن يعملوا بي راف ريزيستنس ويبقى الميوتيشن تبقى على مستوى الميك اونكوجين نفسه او الميك بروتين، يبقى هو الاكتيفيتد. عشان كده قال لك انه يفضل انك تدي كومباينيشن ما بين البي راف وما بين الميك انهبيتور عشان خاطر تقلل الريزيستنس للبي راف. ممكن ده الراشونال الجديد بتاع الكومبينيشن، بدي حاجه بي راف مع ميك انهبيتور. تاني الحاجات الابروفد اف دي ابروفد واخده الفيميرافينيب مع الكوبيميتينيب والدابرافينيب مع الترامتينيب. طبعا الامينوثيرابي، الامينوثيرابي دلوقتي الابروفل بتاعتهم واخد لهم ريجاردرس البي راف وريجاردس البي دي ال. كيف اول 2013 2014 لما طلع الاميونوثيرابي
كنا الناس اللي بنستخدمهم في حالات بي دي ال بوزيتيف اللي هي التيومرز اللي بتكسبريس بي دي ال ليجند. اوكي الكلام دلوقتي الجديد بقى لا استخدمهم في كل حالات الميلانوما ريجاردلس بي دي ال. تمام. طب ايه الابروفد اميون ثيرابي؟ يمكن اول واحد كان طلع كان هو الايبيليموماب. الايبيليموماب ده كان اول واحد طلع كسنجل ايجنت في 2011 2012، وبعدين طلع النيفو وده انتي بي دي 1 انهبيتور، والبيمبرو ده انتي بي دي 1 انهبيتور برضو، وحاليا دلوقتي بقى فيه كمان كومبينيشن نيفو مع ايبيليموماب. يعني حطيت حاجه انتي بي دي 1 والايبيليموماب ده انتي سي تي ال اي 4. ايه حكايه البي دي 1 والسي تي ال اي 4 دول؟ ادي الشكل اللي قدامنا اهو. المفروض ان دي عندنا التي سيل، تمام، والتي سيل دي هي بتلعب دور اجينست كانسر، خلاص فالتي سيل هي ليها انتي كانسر افكت. كان السؤال دايما طب هو ليه احنا عندنا يوميا بنتكون ملايين الكانسر سيلز وبتنجح التي سيلز خلايا المناعه بتاعتنا انها تموتها؟ ليه بيحصل عند ليفل معين ان الكانسر بيجرو والتي سيل ما تبقاش اكتف اجينست الكانسر؟ لو ان في عندنا انهبيتوري باثوي على مستوى التي سيلز ممكن تحصل حاجات تعمل انهبيشن للتي سيل، اصل ده اللي اتاخد فيها جايزه نوبل اعتقد في 2019. على اكتشاف الانهبيتوري باثوي بتاعت التي سيلز. من ضمن الانهبيتوري باثوي دي السي تي ال اي 4. السي تي ال اي 4 ده البي سيل اكتيفيشن، عشان عارفين اصلا ازاي بيحصل، بيحصل من خلال بايندنج اوف بي 7 ده موجود على انتيجن بريزنتنج سيل مع السي دي 28 اللي بيسموها الكور ريسبتور. طبعا ادي تي سيل ريسبتور اهو مع الليجند او مع الانتيجن نفسه، لكن عشان خاطر ياكتيفيت تي سيل لازم الباثوي ده يبقى اكتيفيتد اللي هو البي 7 او اسمه كو سيجنالينج باثوي. ده اللي بياكتيفيت تي سيل ويخليها تبدا تهاجم الكانسر سيل. لكن او اي سيل عامه هو نفس الطريقه كده، يبقى انتيجن بيمسك في تي سيل ريسبتور ويبقى عندنا كو ستيميليتور باثوي البي 7 تمسك فيه سي دي 28. لكن زي ما في عندنا باثوي يعمل شات اون او يشغل التي سيل، في عندنا باثوي يعمل شات اوف التي سيل. وده ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل كده؟ طبيعي عشان خاطر انا مش عايز التي سيل تبقى اوفر اكتيفيتد، لان لو اوفر اكتيفيتد تبقى تموت الخلايا الطبيعيه حتى. فطبيعي في عندنا انهبيتوري باثوي. انهبيتوري باثوي ده من ضمنهم السي تي ال اي 4 باثوي. السي تي ال اي 4 باثوي ان في عندنا سي تي ال اي 4 ريسبتور هنا والبي 7 نفسه بيبدا يرتبط مع سي تي ال اي 4 ريسبتور، ويبدا هو نفسه بيعمل اكتيفيشن نفسه بعد كده يعمل شات داون بعد ما التي سيل تعمل فانكشن بتاعتها. لو ان ال CTLA4 ده بيبقى اوفر اكسبريسد في حالات الكانسر على التي سيلز، فقال طيب ما انا ممكن افكر ان انا اقفل الانهبيتوري باثوي ده، اعمل شوت داون او اقفل الحاجات اللي بتعمل شوت داون اصلا للتي سيل. وقد كان لما عملوا CTLA4 انتيبادي يبدا يمسك في ال CTLA4 ويمنع ان الانتيجن بريزنتنج سيل تنهبت التي سيل، وبالتالي يبقى عندي اوفر اكتيفيتد تي سيل تقوم جايه تهاجم الكانسر، وده اللي حصل فعلا. بس مشكله هذه الاوفر اكتيفيت تي سيل دي زي ما ممكن تهاجم الكانسر ممكن تهاجم الخلايا بتاعتي انا وتعمل لي سايد افكت مشهور قوي اسمهم اميون ريليتد ايفنتس او اميون ريليتد توكسيستي. يبقى ده كلامنا عن السي ال 4 وازاي اكتشفناه وازاي اشتغل. واحد تاني من الانهبيتور باثويز اللي لقوها بتبقى اكتيفيتد في حالات الكانسر البي دي بي دي ال 1 باثوي، هو ان لو ان الكانسر سيل بيكسبريس بروتين اسمه بي دي ليجند اللي هو البرايمري ديث ليجند. برايمري ديث ليجند ده بيمسك في ريسبتور موجود على التي سيلز اسمها بي دي 1، لما يمسك فيه يبدا يعمل انهبيشن ان التي سيل تموت الكانسر سيل. قال طب هو بنفس الفكره واي نوت ان انا اعمل شوت داون لهذا الباثوي اللي هو البي دي ال بطريقه من اتنين، يا اما استخدم حاجه تقفل البي دي ال نفسه ودي اسمها انتي بي دي ال انتي بادي خلاص، او ان انا اعمل حاجه تمسك في البي دي 1 ريسبتور واسميها انتي بي دي 1 انتي بادي. يبقى دلوقتي عندنا انتي بي دي 1 وانتي بي دي ال 1. انتي بي دي 1 من اشهرهم النيفو النيفيريوماب والبيمبروزيماب، الانتي بي دي ال من اشهرهم الاتيزوليزيماب. فالاتيزوليزيماب ده واحد من الانتي بي دي ال 1، لكن نيفو والابيديم النيفو والبيمبرو النيفو اللي هو اسمه التجاري اوبديفو والبيمبرو اللي هو الكيترودا الاثنين دول بيشتغلوا كانتي بي دي 1. هم بس ده كان كلامنا عن اميونوثيرابي. نقعد في كل مره في كل محاضره في حاجه في اميونوثيرابي اجيب لكم نفس السلايدز دي ونتكلم في نفس الكلام، فانت حتى لو حد شايف نفسه ما فهمهاش كده قوي لا ان شاء الله بعد كده نقعد نعيد ونزيد فيها لغايه ما تفهموا كويس.
بقى الامينوثيرابي في عندنا انتي سي ال اي 4، واتكلمنا دلوقتي عن كمان انتي بي دي 1 وانتي بي دي ال 1 اللي استخدموه في الميلانوما السي تي ال 4 انهبيتور الفينوماب، ده اول دواء اتعمل. وبعد كده بقى في عندنا الانتي بي دي 1 والانتي بي دي ال 1. ايام كنت بذاكر اول مذاكرتي بقى الماجستير كانت في 2014 اعتقد او 2013 2013، كان بقى لسه الادويه دي جديده، الكلام عليهم بقى جديد، وما كانوش بس ابروفد غير في الميلانوما فقط. يعني كان الابروفر بتاعتهم ساعتها كان في الميلانوما، ودواء اسمه ايبيلوماب، وكان في دواء ساعتها كان اسمه نيفلوماب، حتى البيمبرو ما كانش لسه طلع، فكان بقى عاملين ايه يعني شغل في الميلانوما. بعدها كانت نقلت لكل الكانسرز بقى فيها ايميونوثيرابي دلوقتي تقريبا. تجميعة الميلانوما التريتمنت تاني، لو احنا بقى السلايد دي فيري فيري امبورتنت، بتجمع لنا كل علاج الميلانوما. اللوكالايزد ميلانوما بيبقى علاجها وايد لوكال اكسيجن، ان انا بشيل، وبعد كده سنتر ليمف نود لو هي اكتر من 1 ملي ان ديبث. طيب تدي ادجفنت ولا ما تديش؟ بقى في كلام على الادجفنت ثيرابي، خلاص ده بالنسبه للوكلايزد ميلانوما. طيب لو في عندنا ستيج 3 زي ما قلت لكم، هي بقى الكلام على الادجفنت اهو في ستيج 3، يعني كده كده بعمل جراحه بسيفتي مارجن واعمل لينف نود دايسكشن وادي الادجفنت. ادي الاوبشنز بتاعت الادجفنت اللي عندنا. زي ما قلت لكم زمان خالص كان في ادجفنت انترفيرون، كان في ادجفنت ايبيلوماب، ودلوقتي بقى في كلام على الادجفنت بي راف انهبيتور والادجفنت تشيك بوينت انهبيتور. طيب بالنسبه للميتاستاتيك على حسب بقى، والله لو الميتاستاتيك دي اكسبريسنج بي راف ميوتيشن ادي بيراف انهبيتور، يا اما سنجل يا اما كومبايند. كان الكلام دلوقتي في الترايلز الجديده هيبقى على كومبايند، خلاص يعني الكتاب اللي انتم بتذاكروا فيه ما فيش فيه كلام على كومبايند بيراف انهبيتور، لكن الجايد لاينز في 2021 لقيت ان في اوفرول سرفايفل بنفيت وبروجريشن فري سرفايفل بنفيت في حاله الكومبايند بيراف انهبيتور عن السنجل بيراف. يعني انك تدي بيراف مع ميرك احسن ما تدي بيراف بس لوحده. خلاص الاوبشنز الحاجات اللي اتاخدت عليها ابروفال الدبرافينيب مع الترامتينيب زي ما قلت لكم، والفيميروفينيب مع الكوبيميتينيب. بالنسبه للايمينوثيرابي ادي الاوبشنز اهي، الاي بي والنيفو والبيمبرو كومبينيشن ما بين الاي بي والنيفو. كده الحمد لله تقريبا خلصنا تقريبا كل الميلانوما من اول طقطق. السلام عليكم. من اول الكلاسيفيكيشن، البيولوجي، الستيجنج، والتريتمنت سواء كان لوكالايزد تريتمنت او ميتاستاتيك تريتمنت. طول ما كان ناخد بريك 10 دقائق ونيجي بقى ان شاء الله للجزء بتاع الكويشنز، هنبدا ان شاء الله نحل. انا طبعا يعني نفسي الناس كلها تبقى قبل ما نبدا نحل الكويشنز الناس تبقى قاريه التوبيك نفسه، ولازم تبقى مذاكراه عشان خاطر نبدا في ديسكشن ونحل بشكل صح. كده كده ناخد بريك ونرجع تاني ان شاء الله سبحانه وتعالى. هنبدا بقى ان شاء الله الجزء بتاع الاسئله. زي ما تكمل الابروتش بتاع كويشن، نقرا السؤال ونفكر فيه، وبعد كده ان شاء الله نبدا نقول الحل وندسكس الحلول لاي حاجه فيها فكره جديده او فيها حاجه محتاجه ان احنا نعمل عليها كومنت. اول سؤال ده 75 year old male، واحد عنده 75 سنه، diagnosed with melanoma of rectal mucosa following work up for hematochezia. يبقى هو كان عنده هيماتوكيزيا، عمل الريكتوسكوبي او عملوا كولونوسكوبي ولقوا خدوا منها بايبس وطلعت ميلانوما. هو السؤال هنا بيقول لك which of the most following genes او which of the following genes is most likely to be mutated in this tumor. وهنا بيسالنا على البيولوجي بتاعه التيومر اللي احنا قلنا عليها. اجانب عارفين احنا قلنا قسمنا بيولوجي كوتينيوس واكرال الميكوزال مع بعض، والنوع الثالث اللي كان يوفيال ميلانوما. فاحنا هنا بنتكلم عن ميكوزال ميلانوما. طبعا ميكوزال ميلانوما مين اللي بيبقى الموست اكتيفيتد جين فيها؟ زي ما قلت لكم السيكت في 30 الى 40% من الحالات. اوكي سؤال ثاني، the most common molecular alteration seen in cutaneous melanoma involves which of the following genes. برضه هنا السؤال بقى على الكيوتينيوس ميلانوما، ك
كيتينيوس ميلانوما، انهي جين بيبقى اكتيفيت في حالات كيتينيوس ميلانوما؟ ده برضو سؤال على البيولوجي، مين اللي بيبقى اكتيفيت في حالات كيتينيوس ميلانوما؟ البي راف، طبعا بي راف وان راس، بس الموست كومن هو البي راف من 30 ل 40% من حالات الكيتينيوس ميلانوما. تمام. سؤال برضو ثالث متعلق بالبيولوجي، which of the following mutations are common in primary uveal melanoma؟ هنا بس على البيولوجي بتاع اليوفيال ميلانوما. قلت لكم اليوفيال ميلانوما تقريبا does not harbor BRF او CKIT mutation، لكن بيبقى فيها mutation على مستوى الجيناك والجين اي 11. تمام. فدي اسئله بشكل مباشر على البيولوجي بتاع الميلانوما، واعتقد احنا رجعنا بما فيه الكفايه. قلت لكم انه عامه كتير اسم الميلانوما الموست كومن جينيتك التريشن فيها على مستوى البي راف. بالنسبه لي الاكرال ميلانوما اند ميكوزال ميلانوما الموست كومن التريشن فيها على مستوى السي كيت ميوتيشن، زي ما احنا شايفين طبعا بتبقى النسب بتختلف، لكن عامه نقول حوالي 30% تقريبا من ضمنهم اليوفيال. لا مفيش بي راف مفيش سي كيت، لكن في جينات وي جي ان اي 11 ميوتيشن. طب السؤال رقم 4 بيقول في عندنا 42 year old Caucasian male، راجل قوقازي خلاص. وباي ذا واي ان الموست ريس او يعني الكومن ريس بيبقى فيه المينوم هو الكوكيجين ريس، هو زي حالتنا كده الوايت، يعتبر الوايت بيبل. تمام. الكوكيجين ميل بريزنت وذ مول اون هيز ابدومن، كان عنده مول في الابدومن ذات واز ناو تشينجينج في الكالر اند از انترميتنتلي بليدنج اوفر ذا باست فيو ويكس. الفيزيكال اكزامينيشن داز نوت ريفيل اني سيجنيفيكانت ابنورماليتي ابارت فروم ان ذا سمول اون ذا ليفت ميد ابدومن الونج وذ ميد كلاف لاين. مفيش عنده اي ابنورماليتي، لكن خلي بالكم هو في عنده مول، المول دي بقى فيها تشينج ان كلر وبقت بليدنج. المول سايز بتاعها 4 ملم ان دايمتر اند ريجولار بوردر. تمام. تعملها بانش بايبسي، البانش بايبسي لقوا ان عنده مالجنانت ميلانوما. البريستلو ديبس بتاعه كان كام؟ 2.3 مليمتر، وكانت ulcerated و with breast tumor infiltration في الليمفوسايتس، يعني بيسموها مايكرو ميتاستاز الليمف نوت. او لا سوري، tumor infiltrating lymphocytes دي يعني معناها الليمفوسايتس جوه التيومر نفسه، هنا مش عندنا ليمفو ميتاستاز. بس انا يعني البيكتشر اللي احنا قدامنا دي كده جايبه كلينيكال برزنتيشن بتاعه الميلانوما اللي هي الاي بي سي دي اي خلاص. وهنا قال لك ان في تشينج اوف كلر، وشايفينها ان هي كمان بقت الدايمتر بتاعها او البوردر بتاعها ريجولار بوردر. اتعملت وخدوا منها البايبسي، طلع انها ميلانوما والبريستال ديبس بتاعها اكتر من 2 ملم خلاص. طيب السؤال بقى دلوقتي هنا بيقول لك هتعمل ايه بعد كده؟ What is the appropriate next in the management؟ هل هعمل wide local excision of the lesion with 2 cm margins and sentinel lymph node mapping؟ هتشيك BRAF B بقى الاوبشن B، تشيك BRAF on the tumor. If positive for BRAF V600E mutation هبدا له العلاج ب Vimurafenib and Cobimetinib as new adjuvant. والاوبشن C بيقول لك هعمل wide excision of the lesion with 2 cm margin and concurrent left superficial inguinal lymph node dissection، ولا هعمل wide excision lesion بسيفتي مارجن 4 سنتي بلس سنتينل lymph node mapping، ولا هعمل concurrent left axillary and left superficial inguinal lymph node dissection as the location of the tumor of this tumor may result in nodal spread to either of the anatomic lesion. يبقى هو القصه هنا انه ده واحد عنده 42 سنه وعنده ابدومين ديجا في الابدومين، ميلانوما في الابدومين، البريسلو ستيجنج بتاعها زي ما احنا شايفين كده طلعت اكتر من 2 مللي. زي ما قلت لكم هو الحمد لله هنا ما فيش عنده ليمف نود متاستس ولا حاجه، فاحنا بنتكلم في لوكالايزد ميلانوما. طيب لوكالايزد، الهدف من السؤال ده يعلمك حاجتين، القاعده بتاعت السيفتي مارجن تاخد قد ايه سيفتي مارجن في الجراحه، واهميه انك لازم تعمل سنتل ليمف نود بايوبسي. تمام. قلت لكم لو اقل من التيومر او البريسلو سيكنس اقل من 1 مللي باخد نص سنتي، من 1 ل 2 مللي باخد 1 سنتي، اكتر من 2 يبقى 2 سنتي فور ليجن. يبقى اذا الاجابه الصح انك تعمل اكسجن ويز 2 سنتيمتر مارجن
as well as sentinel lymph node mapping. طب ليه رقم دي مش صح؟ لان هنا لا انا السيفتي مارجن لازم اخده في الحاله دي مش 4 سم. تمام؟ السيفتي مارجن في هذه الحاله 2 سم ار انف فور سيفتي مارجن. ادي الكرايز ميلانوما قلت لكم الاي بي سي دي اي كرايتيريا بتاعتها تاني. الاي اسيمتري معناها انه بدا يبقى في عندنا اسيمتري ان ده تشينج نفسه في الليجن نفسها. البي معناها ريجولار بوردر اسيمتري ريجولار شيب. الكالرز بقى في عندنا ديفرنت كالرز في الليجن. الدايمتر اكتر من 6 ملم وان ايفولوشن يعني بتزيد في الحجم. تمام؟ وزي ما احنا شايفين قلت لكم الانيشال ستيجنج على مستوى التي من خلال كلاركس ليفل او البريسلو ديبس. طب مين الموست امبورتنت والموست اكسبتد دلوقتي؟ هو البريسلو ديبس. زمان كانوا بيعتمدوا على كلارك ليفل. كلارك ليفل هو بيقول لك انه في انهي لاير من السكن؟ هل ده في الابيديرمس ولا في الديرمس او كان بارشي ديرمس او ريتيكولو ديرمس ولا في السبكتينيس تيشو؟ ده كان الكلارك ليفلز الاربعه. لكن البريسلو لا، على حسب كام ملي كام ملي. فاحنا بنعتبر رقم ستيج 1 اللي هو لغايه 1 مللي، ستيج 2 من 1 ل 2 مللي، ستيج 3 اكتر من 2 الى 4. اوكي؟ وبعد كده الاكتر من 4. طيب ايه اختيارات الجراحه؟ اهو ادي الاوبشنز بتاعتنا بتاعت الجراحه. امتى تاخد قد ايه بالظبط؟ لو اقل من 1 مللي لغايه 1 اخد 1 سنتيمتر. من 1 ل 2 مللي باخد من 1 ل 2 سنتي. من 2 ل 4 هو 2 سنتي، اكتر من 4 2 سنتي. تمام؟ يبقى تاني لو اقل من 1 مليمتر دبث اخد 1 سنتي. من 1 ل 2 اخد ممكن اكسبتبل لغايه 1 سنتي. طب اكتر من 2 يبقى 2 سنتي. وادي شكل السنتر لينفينو بايبسي ازاي بتعمل. باجي عند الليجن اهي، دي الميلانوما، واروح ان جنبها حاجه زي الميثيلين بلو، وابدا اتراك بقى الليجن دي وصلت فين. مثلا وصلت هنا كده، اروح جاي بقى واخد الليمف نود نفسها واعمل لها دايسكشن وادرسها. لو لقيت الليمف نود دي ميتاستاتيك، يعني لقيت فيها ليمف نود ميتاستاسيس، ساعتها بقى اكمل واعمل ليمف نود دايسكشن.